يا هيسوس. بس خليني اشرح الزيت على شوية. والنظرة القدس احلى شوية. خلاص عادي كاش. لا اشرح ترى لابس انا ما بقول. والان مع الفنان سمونا تشف فيها. تفضل ليش؟ وهو بيطلع من خبي خمسة. بعدين بكون اعطيه بنتين وردتين بقول لهم بس الله اعطوني اياها. بس انا سحب الباقه ما مش فيه. طب شحنه طابش طابش طابش. ولا حكي ولا يطلع برزنة كنا زمان بس يطلع. والآن مع الفنان يحيى السويس. بس خلاص الله عليك بخلص من الهند والعالم من الهند والعالم. لا 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 الصبح على الملكية طالعين على الكويت على قصر بس ما نعمل مقابلة مع الشيخ العيج طالبنا عشان مهرجان على فبراير. اوكي والله اول ما وصلنا مات والله فعلا هالممكن والسيارات بتاخذنا وتستقبلنا. خشيت على الشيخ العيج هيك امير احنا عن طريق وشيخ والله صدقني كلها بتقول هيك واحنا فايتين والله يا معلم فتنا شربنا هالقهوة. المهم رتبنا وقعنا نقعد احنا فيها خلصنا والله يا معلم ومبسوطين الدنيا هذي. المهم طلعنا مش عارف وين رحنا على مول بدنا نشرب قهوه وموزه ناكل موزه. راح معنا مدير المكتب قلت بالله انتم ترى عندكم اصوات كثير وايد حلوه والله يعني عندكم يا كرزان ما شاء الله عندنا معدلات والله ما شاء الله عندكم وايد. المهم خلصنا احنا فكرنا بنروح نغني وصينا 10 جنيه بحسب مجلتنا. بعد شوي فتنا كنا موزه المرافق معنا يا ولد حيهم يا احلى يا احلى ضيوفنا يا مرحبا يا ولد حيهم. بعدين دفعنا 20 ورق كويتي يا حبيبي. وانا فرحت بقول لي سعد قلت له اه قال لي بكره المطار بدنا نروح بدنا نروح قول السلافه ليش قول السلافه تعبانه والله يا معلم. وقعنا وروحنا احنا بدنا نستنى بعد يومين نرجع عشان نغني بهذا فبراير. وانا بقول له سعاده الشيخ لدى المهرجان كله تضمن مع الشعب السوري. كل الله يزيد في الشعب. السلام عليكم. الشعب السوري.